اهلا اهلا، ازيكم يا حلوين؟ يا رب تكونوا كويسين. فيديو النهارده عن الجاد رولر. في منكم عارفه بالشكل وفي منكم عارفه بالشكل وبالاسم، فالنهارده هنتكلم وهقول لكم عن استخدامه، نستخدمه لايه وفين، ونصايح قبل الشراء، وازاي تعرفي الاصلي من التقليد، وطريقه استخدامه ونستخدمه مع ايه. فلو حابه تعرفي كل حاجه عنها تابع الفيديو للاخر، لو جديده على القناه اعملي سبسكرايب المستطيل الاحمر اللي تحت الفيديو، واضغطي الجرس على الكل عشان يوصلك كل جديد، وشير ولايك للفيديو علشان الكل يستفيد. صلي على الحبيب. الجاد رولر ده حجر صيني اتشهر من حوالي سنتين كده. النساء الاسيويات يعني هم اللي بيستخدموه، لان زي ما احنا عارفين دايما بشرتهم مشدوده وشكلها مش بيكبر في السن، تحسهم كده مش بيكبروا دايما شباب بسبب استخدامهم الجاد رولر دي. هو كان حجر خام عادي جدا، وبعد التطور اللي احنا وصلنا له بقى بيتعمل بالشكل ده. بيكون حجرين على هيئة رول، واحد كبير وواحد صغير، بس الشكل والتصميم ده مصمم للوش بس، للوجه، لبشرة الوجه، انما فيه للجسم بس بيبقى على شكل اكبر شوية. بصراحة أنا بسميه الحجر المنقذ، من كتر ما بقتنع ومولعة بالحاجات دي فبشتريها وبستخدمها، وبقول لكم على النتيجة في الآخر. الأسيويين كانوا يعني بيستخدموه في الطب البديل وكمان في شد البشرة. هوريكم إزاي بنستخدمه وفايدته إيه. فايدته إن هو الحجر ده بيساعد على تخفيف التجاعيد، لأنه بيحفز إنتاج الكولاجين بتحريك الدورة الدموية يعني في البشرة، وبيدي نضارة كمان، بتفتح البشرة. طب ازاي؟ انها بتعزز الدورة الدموية زي ما قلت لكم في البشرة، وبالتالي نسبة الكولاجين بتزيد ولو بنسبة بسيطة في الأنسجة، فبتبدأ تعمل بشكل أفضل، فبشرتك تظهر انها كده أكتر انشراك من الأول. بتشد البشرة والمظهر بتاع بشرتك بيبينك أصغر سنا شوية. بعد استخدامها بحوالي أسبوع أو 10 أيام هتحسي بالتأثير بتاعها على بشرتك، وكمان بتضيع الانتفاخات اللي تحت العينين عن طريق إنها بتساعد على الاسترخاء وبتعمل ريلاكس للبشرة، فبالتالي بتخفف من إجهاد تحت العينين والبشرة، لأنها بتعمل مساج بيبقى إحساس جميل جدا واسترخاء كده، بتخلصك من تشنج عضلات الوجه اللي بيؤدي إلى ظهور التجاعيد دي. دي اسمها بقى جوانشا ستون، ممكن تيجي معاها وممكن لا، على حسب المنفذ اللي انت بتشتريه منه. دي بقى بتشد البشرة وبتعمل تحديد للأماكن بتاعت بشرتك، وبتحرك الدم في الجلد. هي قاسية شوية بس يعني كويسة وليها نتيجة كويسة، غير الجاد رولر دي ناعمه وانا بفضلها اكتر من الجوانشا ستون. كمان هي هتشجعك تستخدمي منتجات لبشرتك وتهتمي بيها وما تهمليهاش، فهتحسي بالنعومه طبعا الزايده في بشرتك اكتر، لان هي هتخلي البرودكت اللي انت بتستخدميه هيدخل في البشره والبشره هتشربه، وهوريكم دلوقتي ازاي. هتعرفي ازاي انها الحقيقيه مش التقليد. تمن الجاد رولر مش بتفرق اذا كانت رخيصة او غالية، الاتنين هيدوا نفس النتيجة في الاخر، بس اتأكدي ان الحجر نفسه وانتي بتستخدميه على بشرتك مش بيسخن، لان معروف دايما ان الحجر ده لازم يبقى بارد دايما حتى من غير ما تحطيه في التلاجة ولا في الفريزر. كمان لازم تكون لونها مموج ومش لون واحد، لازم كمان تكون ما فيهاش تعريج وتكون ملساء زي ما احنا شايفين كده. استخدامها على البشرة دايما بيبقى جانبيا ومن اسفل الى اعلى، يمينا ويسارا. هنيجي تحت عند نبتدي من تحت، نص الدقن كده من تحت نص، وبعدين نطلع على فوق من نص ونطلع على فوق من هنا من الجنب ده كده من نص، وبعدين نطلع على فوق بقى من هنا. خلاص اتفقنا، من الجنب ده ومن الجنب ده على فوق كده، على فوق زي ما احنا شايفين. هنيجي بقى على المكان اللي فوق الشفايف ده، لها في الصغيرة دي على الجنب برضو كده، وعلى الجنب ده كده. خلاص اتفقنا ده كده. طيب هنا بقى تحت نقطة التصريف الليمفاوي تحت الأذن على طول، الجنب ده كده في الغدد الليمفاوية، عشان كده احنا بنعمل في الاتجاه ده كده على ايمن، نعمل كده. خلاص عرفنا، والجنب ده برضو كده وكده، والوش برضو كده، والوش بقى كده كله كله كله، الا المكان ده
هنعمل على فوق كده الأول، وبعدين نعمل الجنب ده كده، وبعدين الجنب ده كده عدة مرات. خلاص اتفقنا، حتى الأنف بنعمله على فوق، يبقى كله بقى من الجناب كده وكله من الجناب كده. نيجي بقى عند الرقبة، الرقبة اللي تحت دي نعملها برضو الرقبة، بس الرقبة هنعملها على تحت كده، جنب ده كده. خلاص عرفنا الطريقة دي بقى الصغيرة، دي بقى المكان تحت العين عشان يبقى المكان صغير كده، كمان هنا كده بالشكل ده زي ما احنا شايفين. خلاص احنا كده عرفنا الاستخدام بتاعها. طيب دي بقى هنستخدمها ازاي؟ العظمة اللي هنا والعظمة اللي هنا والعظمة اللي بتبقى جنب الدقن هنا والعظمة بتاعت الدقن اللي هنا دي، العظمة دي والعظمة دي، هنحط دي كده تبقى هنا كده، ونطلع بيها على فوق، على فوق برضو العظمة اللي هي دي مثلا، عظمة على فوق على فوق، يبقى في المكان ده، المكان ده اللي هيتحط فيه العظمة، تمام، يبقى على فوق كده. ونفضل كده بالطريقة دي من 5 لـ10 دقايق، تمام اتفقنا. طيب بعد الاستخدام خلاص استخدمناها، هنرش بقى الكحول عليها، لازم نرش عليها الكحول كده. خلاص عشان ايه؟ احنا كده نطهرها علشان تبقى كويسة. خلاص كده تمام، ونحطها في علبتها كده، ونقفل عليها في المكان بتاعها. لو حبيتي تحطيها في التلاجة قبل الاستخدام براحتك، لو مش حابة خلاص. لازم تغسلي كويس قوي وشك بالغسول المفضل لديكي، علشان احنا هنستخدم دلوقتي. الافضل لبشرتك بقى قبل ما تستخدميها انك تحطي، لو عندك سيرم ممكن تحطي سيرم اي نوع اللي انت بتستخدميه، هيلورونيك اسيد او سيرم فيتامين سي. لو حابة تستخدمي زيوت اوكي، بس يبقى زيوت معينة زي زيت الجوجوبا او زيت اللوز الحلو او زيت الارجان، مش اي زيت تاني، لان دول اخف زيوت على البشرة ممكن انها تتشربهم اكتر. كمان لو عندك كريم مرطب وعايزة انك يعني تستخدميه، ما عندكيش الحاجات دي، يبقى كريم بس يكون كريم خفيف في الملمس بتاعه، علشان البشرة تكون سهلة عليها انها تتشربه، ويدي نتيجة اكتر واحسن. طبعا ليه بقى بيفضل ان احنا نحط برودكت قبل ما نستخدمها؟ لان البشرة بالتدليك وبالمساج اللي بتعمله الجاد رولر هتتشرب كويس جدا اللي انت حطيتيه، وهتستفاد اكتر. ممكن تعملوها من غير اي مرطب خالص او اي زيوت. الجوانشا ستون بتبقى كويسة قوي كمان، نسيت اقول لكم، للصداع، بتتعمل عند العظمة بتاعت الحاجب على الجانبين برضو اليمين والشمال، بنفس الطريقة عدة مرات. طيب كمان كويسة قوي الجوانشا ستون للرقبة وشد الرقبة، بتبقى يعني بتدي نتيجة ممتازة. الروتين المنقذ ده بقى هتعمليه مرتين في اليوم، مرة الصبح اول ما تصحي من النوم، ومرة بالليل قبل ما تنامي، بنفس الطريقة اللي انا قلتلك عليها. ويفضل انك تحطيها في التلاجة تبرد اكتر في الجو الحر اللي احنا فيه ده، فهتديكي انتعاش اكتر، كمان التدليك بتاعها يديكي استرخاء اكتر. يفضل في الزيت انك يعني تستخدميه مساء قبل النوم، هو ده اللي هيدي استرخاء اكتر يعني. ويفضل ان الزيت ما يبقاش طبعا بالنهار علشان غلط اشعة الشمس، ولو دخلتي المطبخ برضو هيبقى فيه سخونة، فكده غلط طبعا على البشرة لما يكون عليها زيوت وتتعرض لسخونية او لاشعة فوق بنفسجية. استخدام الجاد رولر على البشرة ما يكونش اقل من 3 دقايق، ممكن بعد كده تعملي باي وقت مفتوح ليكي زي ما انت عايزة. بنشتريها منين؟ في مواقع كتير منزلاها، سوق.com وفي جوميا وفي نون، ممكن اي موقع تلاقيها عليه، او ممكن من المحلات بتاعت يعني ادوات التجميل تلاقي فيها برضو. هي بقت معروفة دلوقتي وموجودة في كل مكان. قولولي في التعليقات اذا كنتوا تعرفوا المعلومات دي او مجربين الجاد رولر، وايه رأيكم فيها، وكمان اكتبوا انتوا من اي بلد وبتشتروها منين في البلد دي، علشان كلنا نفيد بعض، واللي يقرأ التعليقات
يعرف مزيد من المعلومات. متأكدة انك لو جربتي الجاد رولر هتكون في روتينك اليومي لجمالك. اللي لسه ما عملش اشتراك يلا اشتركوا، مستنيين ايه؟ وفعلوا الجرس على الكل علشان يوصل لكم كل جديد، ولايك وشير ما تنسوش. لغاية ما قابلكم الفيديو الجاي على خير، لو سمحتم خلوا بالكم من نفسكم. باي باي.